لكن خلوني ابدا بفيديو لشهادات الاطفال. وقبل ما ابتدي الفيديو خلوني اقرا لكم رساله، نص رساله لطفله اسمها ساره من اسيوط. ساره كتبت على كراستها كلمات التاليه. يا رب، خلونا نشوف المدونه او كراسه ساره. يا رب انا عايزه احكي لك على اللي جوايا عشان محدش حاسس بيا. يا رب مش انت كنت بتشوف عمي وهو بيعمل فيا كده؟ يا رب عمي عمر يموت عشان عمل فيا كده، ويا رب بابا يموت عشان ما صدقنيش ويخليلي ماما. بس يا رب وقفت جنبي، انا خفت اقول لماما لما جت من مصر عشان ستي وسيدي يعني جدي وجدتي قالوا لي لو قلت لماما هنذبحك ونرميكي في الجبل. انت اللي شايف يا رب لما كان عمي بيعمل فيا كده وكنت بقعد اعيط وهو يضربني ويقول لي ما تقوليش لحد. يا رب خليه يموت زي ما خلاني مكسوفه من كل الناس. يا رب خلي النيابه تموت عمي زي ما عمل فيا كده. انا بحب النيابه عشان وقفت جنبي ومش قالوا ان انت كدابه، وبحب ماما عشان استحملت الضرب والاهانه عشان عارفه اني مظلومه.